عصيان مدني وحرائق في محيط مقر حاكم مركز مال لإريترا ما يصفه عارفون بالمدينة بضلوع الحرس في ضرب بعض الشباب في القرية إثر احتجاجهم على نقص المياه الصالحة للشرب في البلدة الواقعة وسط ولاية البراكلة. العشرات من سكان مال تظاهروا قرب مقر الإدارة باحتجاجات شهدت حرق إطارات السيارات مع الضرب على جالونات الماء الفارغة. بيعتدى السكان هنا على خدمات تقدمها الحكومة لهم، ما يؤكد أن حجم الغضب كان كبيرا وأن ثبات ما يمس بالجموع لتخرج على هذا النحو. الاحتجاج من طرف السكان في المدن الداخلية على السلطات تفاقم في السنوات الأخيرة، وعرفت مدن ومقاطعات كبيرة في ولاية البراكنة تحديدا في مقطع الحجر ولق. المياه الصالحة للشرب هي أعز مفقود في المدن والقرى الداخلية، اعتماد السكان ظل لعقود مستندة للوسائل التقليدية. وعود كثيرة قدمت لتجاوز هذا الإشكال في أكثر من مدينة وقرية.